أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم. فضاءات التنمية بمدينة الجديدة المرحلة الرابعة. كما أشكركم على هذه الالتفاتة بالطفل وبالعمل التربوي التي تسعى وزارة الشباب والرياضة وباقي مكونات المجتمع المدني في أن ينهضوا بالطفولة في ظل مواطنة داعمة كلنا في إطار ظل سياسة تعاونية، سياسة تضامنية، سياسة مواطنة تحت الشعار اللي خصته الوزارة الوصية الشباب والرياضة هذه السنة، الفضاء المخيم فضاء للتعايش والتربية البيئية في مجال التسيير، حيث أنه هاد الأطفال اليوم تيمثلوا برلمان الطفل، فيهم المسؤول عن التغذية، فيهم المكلف المسؤول عن الأنشطة، فيهم المكلف المسؤول على الرياضة، فيهم المسؤول على الاستباحة، فيهم المكلف بالعلاقة مع الإدارة ومع الأطر. وكنا حنا تنستعنوا بهم، حتى حنا تنجتمعوا بهم واحد المرة في كل 3 أيام باش ناخذوا هذوك الاقتراحات ديالهم ونطبقوهم على الواقع. السلام عليكم. سميتي هيثم صديقي. استفدنا مخيم بزاف د الحوايج من هذيك اللعبه اللي ذكرتها سابقا د الحلزون. استفدنا بزاف د المعلومات، بقاش كيسولونا وكنجاوبوهم، واغاني حفظناهم. اللعبه اللي لعبنا هاد الحلزون، السهرات في الليل، انشطه وتدريب واغاني تربويه. جمعية فضاء 300 هي جمعية شبه وطنية توفى على عشرة الفروع حاليا، تتضم تقريبا واحد ثلاثة الجهات تاع المملكة، تتوجد بها تقريبا حوالي 300 شاب كمنخرط، وهذا الأطفال تجي ما بين 1500 إلى 2000 طفل سنويا من غير الأنشطة الاجتماعية الأخرى تقوم بها. فضمن الأنشطة التي تقوم بها هي عندها أنشطة اجتماعية مثل الخوافي الطبية، محو الأمية، دروس دعم الأطفال والشباب، كذلك هناك أنشطة تربوية منها تتوج بمخيمة صيفية والتي تستجدنا تقريبا 1200 طفل خلال الصيف، زيادة على مخيمة ربيعية، وكذلك تدريب تكوينية لفائدة أطر المخيمة الصيفية، زيادة على مجموعة من التكاوين الخاصة بالمسرح، بالتعبير، بالموسيقى، يعني مجموعة التعبير التي يمكن يستفد بهم الشاب ماشي غير خلال المخيمة ولكن خلال الحياة الخاصة ديالته. السلام عليكم. سميتي لامياء. 13. عجبني في المخيم اللعبة الكبرى وبزاف الرقص، بزاف المواهب. عمنا كلشي كيديروا لينا مزيان. شنو استفدتوا؟ انا استفدت بزاف المواهب، منهم الطبخ، منهم الرقص، منهم المسرح، بزاف. كيف براسك اللي مشيتي شويه
راسك شحال هذا كنت كتخدم؟ ما كنتش كنعرف كيفاش نطبخ، والان وليت كنعرف مزيان كيفاش نطبخ وكيفاش كنتيق من الكلمه عاد كنجاوب عليها. واش تعاودي تخدمي ترجعي؟ نعاود نرجع. ما تنساوش تابوناو معانا في لاشين يوتيوب وديروا جيم لاباج فيسبوك.